الحمد لله الذي يقبل التوبات ويغفر الزلات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الخيرات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا أحبة الإيمان في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العاطرات، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للطاعات. إخواني الأكارم، لا يخفاكم أن الإنسان مهما بلغ فإنه لا يخلو من الخطيئات، وأن كل مسلم عرضة للوقوع في المعاصي والمحرمات، وكثير من الناس يوفق بفضل الله عز وجل إلى التوبات وإلى فتح ناصع الصفحات، ولكن كثيرا من الناس يجد صعوبة في ترك بعض الذنوب والمعاصي. كثير من الناس يوفق الله عز وجل للتوبة من ذنوب كثيرة، ولكن تبقى بعض الذنوب عالقة في حياته لا يستطيع الفكاك عنها ولا يستطيع الخلاص منها. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعالج هذا الموضوع. عنوان خاطرة الليلة: علاج الذنوب. حديثنا عن الذنوب التي لا تنفك عن كثير من الناس. ابتلي شخص بالنظر المحرم، النظر إلى النساء، وابتلي آخر بالنظر إلى الأفلام، وابتلي ثالث بالغيبة والنميمة، وابتلي آخر بالغناء، وابتلي غيرهم بذنوب الخلوات، وهكذا من الذنوب والمعاصي الكثيرة التي انتشرت وصارت تتردد وتتكرر في حياة كثير من الناس. كيف أيها الأحبة نعالج هذه الذنوب؟ ما هي الطريقة التي يسلكها الإنسان حتى يتطهر من هذه المعاصي؟ لا شك أن الكل يريد التوبة، الكل يريد أن يفتح صفحة بيضاء نقية مع الله عز وجل، لكن ما هو الطريق؟ إخواني الأكارم، أولا ينبغي أن ينظر الإنسان إلى عظمة رحمة الله عز وجل وكريم عفو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: إن الله واسع المغفرة. رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، مغفرة الله سبحانه وتعالى عظيمة. مهما بلغت ذنوبك، مهما كثرت معاصيك، يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليس فقط أيها الأحبة المغفرة، بل تجاوز الله عز وجل عنك وعفو الله سبحانه وتعالى لك وتغيير هذه السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظروا إلى رحمة الله، وانظروا إلى كرم الله عز وجل الذي ملأ صفحات حياته بالذنوب، بالمعاصي، بالمحرمات، بالمنكرات. يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله ويصدق العهد مع الله عز وجل، يقلب الله عز وجل كل هذه السيئات إلى حسنات مهما بلغت هذه السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أذنبتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله عز وجل. الذنوب لو تراكمت بعضها فوق بعض حتى تبلغ السماء ثم تتوب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبلك. الله سبحانه وتعالى يقبلك. يا ابن آدم، في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، لو ملأت
مشارق الأرض ومغاربها، ملأت هذه الدنيا بالمعاصي، ثم أتيت إلى الله عز وجل موحدا تائبا، فإن الله سبحانه وتعالى يغير هذه السيئات ويقلبها لك حسنات بفضله ورحمته جل في علاه. ثم أيضا أيها الأحبة، من علاج الذنوب والمعاصي أن يداوم الإنسان على الاستغفار. بمجرد ما تأتي خواطر المعاصي وفكرة المعاصي على بالك، لابد أن تبادر فتستغفر الله عز وجل. الاستغفار إخواني الأكارم فيه انكسار لله، فيه اعتذار لله عز وجل، فيه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع الإنسان في المعصية وسولت له نفسه الوقوع في هذه المعصية، فليبادر مباشرة بالاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ثم تاب ورجع واستغفر صقل قلبه. صقل قلبه يعني أصبح القلب صافيا، ينظف الله عز وجل هذا القلب. فالاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة فيه، هذه صفة المؤمن. يا أخواني، ما هو الفرق بين المؤمن والمنافق عند وقوع المعاصي؟ المنافق لا يبالي، لا ينظر إلى هذه المعصية، ما يندم، ما يتأثر، لكن المؤمن ينكسر، يبكي، يرجع إلى الله عز وجل، يستغفر من هذا الذنب. أيضا إخواني، من العلاجات أن ينظر الإنسان ويتأمل في الآثار السيئة للمعاصي. أي معصية من المعاصي، أي ذنب من الذنوب، قف مع هذه اللذة الآنية، هذه لذات فانية في هذه الدنيا، هذه معاصي مؤقتة. ثم انظر في حياتك، يأتيك الهم والغم ووحشة القلب وقلة الرزق وغيرها من الآفات الكثيرة إثر هذه المعصية وإثر هذا الذنب. لا تجد أخي الكريم بالمعصية لذة الطاعة، ما تشعر بالخشوع، ما تشعر بالراحة، ما تشعر بالتوفيق، حتى في وظيفتك، حتى في رزقك، حتى في تعاملك مع الناس. الناس تنكرك لأنك بعيد عن الله عز وجل. بقدر محبتك لله عز وجل يحبك الناس، بقدر قربك من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقرب قلوب العباد إليك. فلا بد أن الإنسان ينظر إلى هذه الآثار، إلى السلبيات التي تترتب على الذنوب والمعاصي. أيضا من العلاجات إخواني رابعا، أن يقطع الإنسان أسباب الذنوب والمعاصي. ما الذي يشجعك على المعصية؟ ما الذي يشجعك على الذنب؟ أن ترى من نفسك فلان رفيق سوء، كلما مشيت معه ألهاني عن الصلاة وقادني إلى الذنوب والمعاصي، أبتعد عنه. التلفاز، النظر إلى بعض القنوات، أن تعرف من نفسك أنك تضعف وتقع في المعاصي والمنكرات بسبب هذه القنوات، اقطعها، اقطع على نفسك أبواب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حقيقة المهاجر، أن يهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه، كل باب ينفتح لك إلى المعاصي إلى الذنوب، أغلق هذا الباب. يسد الإنسان أبواب المعاصي. إذا كانت بعض الذكريات تذكرك بماضي الظلمات والمعاصي، ابتعد عن هذه الذكريات حتى لا ينفتح عليك باب من أبواب الشر. أيضا من العلاجات إخواني الأكارم، الإكثار من الطاعات. الإكثار من الطاعات، الإنسان مع هذه المعاصي يحتاج إلى موازنة، وهي كثرة الطاعات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن بالسيئات. فالإنسان إذا وقع في الذنوب، ينبغي عليه في المقابل أن يكثر من طاعة الله عز وجل،
ألا ترون يا أخواني في سير بعض الصالحين من سلف هذه الأمة إذا فاتته صلاة جماعة يقوم ليلة كاملة ويتصدق، بعضهم يصلي نوافل كثيرة، لماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا وقع الإنسان في هذه الذنوب وأراد فعلا وصدق أن يتخلص منها فليكثر من الطاعات، يكثر من الطاعات. أيضا من العلاجات البيئة والرفقة الصالحة التي تعينك على الخير وتبعدك عن الشر. يختار الإنسان في هذه الدنيا رفيق الآخرة الذي يشجعه على الطاعة ويحذره من المعصية. يحتاج الإنسان إخواني الأكارم إلى هذه البيئات المباركة، مجالس الذكر، مجالس الإيمان. تنشغل بالدنيا يصيبك قسوة القلب، تبتعد عن الله عز وجل. تأتي إلى مجالس الذكر، إلى مجالس الإيمان، تشعر بقربك من الله عز وجل، تشعر بأنك تتذكر الآخرة، تعيد حساباتك. يحتاج الإنسان إلى المساجد، إلى العمرة، إلى رفقة الصالحين، إلى الحج. هذه المجالس التي تغير في حياة الإنسان. أيضا يا أخواني من العلاجات أن يقطع الإنسان خواطر الشر ولا يستمر معها، لأن المعصية بدايتها خاطرة، تبدأ معك يوسوس لك الشيطان، أنت في خلوة يزين لك المعصية، هناك طرق للإغواء كثيرة. يبدأ الإنسان لا، ما ينجر الإنسان وراء هذا الأمر، بل يقطع هذا الباب الخطير، يقطع هذا الباب الخطير، يدفع هذه المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها، يعني أخذ هذه الفتنة، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. ثم ذكر عن القلب الأبيض الذي أعرض عن هذه الخواطر، قال: فتصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب المنكر لهذه المعاصي. أيضا من العلاجات إخواني الأكارم المجاهدة، المدافعة لهذه المعصية. يصبر الإنسان، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان لابد أن يجاهد هذه المعصية. يا أخواني المجاهدة، يقول العلماء، مجاهدة ترك المعاصي في البداية صعبة، لأول وهلة تجد ثقل هذه المعصية، حتى أنت في صلاتك الشيطان يذكرك بهذه المعصية، ما يتركك أبدا، في صراع، في تحدي قوي أنت مع الشيطان في البدايات إذا أردت أن تترك هذه المعصية. لكن الثمرة عظيمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثمرة سوف تأتي، لكن لابد أن الإنسان يجاهد مع هذه المعصية ولا يترك هذه المعصية. أيضا أن يغلق الإنسان أبواب وساوس الشيطان. الإنسان الذي يريد أن يترك المعصية، الشيطان يأتيه من أبواب كثيرة جدا. كثير من الناس يترك الذنب ثم يعود له، الشيطان يأتيه يقول: أنت توبتك ما تنفع، اليوم تتوب وغدا ترجع المعاصي، وهذا الأسبوع تتوب واللي بعده تفعل المعاصي. هكذا يرميك الشيطان، يقول: أنت منافق، أنت ما تصلح للتوبة. وساوس الشيطان خطيرة جدا، التلبيسات خطيرة، لابد أن تتيقن. بالعكس، هذه علامة خير، أنك كلما تذنب تتوب إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة فيك. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب، قال: التائبين ولا التوابين. التوابين صيغة مبالغة، الذين يكثرون التوبة، كلما أذنب رجع مرة ثانية إلى الله عز وجل وفتح صفحة بيضاء جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلاجات إخواني الأحبة أن يكره الإنسان المعصية، يكره الإنسان المعصية. أمر خطير جدا أن يحب الإنسان المعصية، أن يتعلق الإنسان بالمعصية وتنغرس هذه المعصية في قلبه. بعض الناس والعياذ بالله يتباهى بالمعصية، يفتخر بهذه المعصية، يحب هذه المعصية،
يتلذذ بسماع هذه المعصية، هذا على خطر عظيم جدا. لكن اللي يفعل هذه المعصية وهو كاره ويتمنى أن يترك هذه المعصية، فهذا فيه بوادر الخير، ممكن أن يترك. لكن إذا أحب الإنسان هذه المعاصي فدخل خندق مخيف جدا. أيضا يا أخواني، أن يصدق الإنسان مع الله عز وجل. إذا تريد أن تتوب، تريد تترك بعض المعاصي، أصدق مع الله عز وجل. من صدق الله صدقه. أما بعض الناس يقول أجرب، لا، أصدق مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعينك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كن مع الله عز وجل، كن صادق في هذه التوبة، تجد بإذن الله عز وجل التوفيق من الله عز وجل. أيضا من العلاجات إخواني الأحبة الدعاء، أن يتضرع الإنسان بالدعاء. أيها المذنب، أيها العاصي، انكسر لله عز وجل، اسجد لله عز وجل، لتدمع عينك بين يدي الله عز وجل في ساعات الإجابة. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، يتضرع الإنسان، يلجأ إلى الله عز وجل أن يبعده عن هذه الذنوب، أن يبعده عن هذه المعاصي، أن يرزق الله عز وجل التوبة النصوح. إلجأ إلى الله عز وجل، هذا السلاح عظيم يلجأ إليه الإنسان المؤمن، يدعو الله عز وجل. لكن دعوات صادقة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهٍ، قلب غافل. لا، الله يريد منك قلب متيقن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، قلب فيه اليقين، فيه الإقبال على الله عز وجل، فيه الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلاجات إخواني أن يتذكر الإنسان دائما اسم الله عز وجل الرقيب. الله سبحانه وتعالى رقيب عليك في كل خطوة، في أنفاسك، في كلماتك. قبل أن تتكلم أي كلمة تذكر أن الله مراقب لك، أن الله مطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هل تظن أيها العاصي أنك لو سافرت إلى عواصم الكفر لتفعل المعاصي أن الله لا يراك؟ كلا. هل تظن أنك إذا خلوت في غرفة في ظلمة بعيد عن الناس لتفعل المعصية أن الله لا يراك؟ كلا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ استشعر نظر الله عز وجل إليك، استشعر رقابة الله سبحانه وتعالى لك. أيضا من العلاجات أن يتذكر الإنسان مشاهد القيامة. مشاهد القيامة لا تفرط فيها، تذكر لحظات فراق هذه الدنيا، تذكر سكرات الموت، تذكر ظلمة القبر. كلما هممت بالمعصية تذكر أنك ستكون في قبر مظلم أمتار في أمتار، تذكر الصراط، المرور على هذا الصراط، تذكر الميزان ونضع الموازين القسط، تذكر هذه المشاهد العظيمة، مشاهد الآخرة، فإنها حاجزة للإنسان عن الذنوب والمعاصي. أيضا من العلاجات أن يجعل الإنسان في قلبه تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، توقير الله سبحانه وتعالى حاجز عظيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الإنسان قبل المعصية لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة الخالق، إلى جبار السماوات والأرضين. هذا يجعلك تقلع عن هذه المعاصي. أيضا من العلاجات وأختم به الخوف من سوء الخاتمة. كم من إنسان كان يحدث نفسه أنه سيتوب بعد فترة، سيتوب بعد الحج، سيتوب في الكبر، وفرط، ولكنه والعياذ بالله مات على المعاصي. فلان يموت على الغناء، فلان يموت على الأفلام، فلان يموت على معاصي كثيرة. فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة. كان سلف هذه الأمة رغم معاني الإيمان، رغم الخوف من الله، رغم العلم، كانوا يبكون يقولون نخشى سوء الختام، نخشى سوء الختام. والإنسان ينظر إلى مصارع الهلكة الهالكين الذين هلكوا على سوء الختام، ويعتبر بذلك حتى يكون له حاجز عن الذنوب والمعاصي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات،
وأن يبعدنا وإياكم عن المعاصي والمنكرات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا.